لو انت مريض ضغط او ماشي على دايت ومش عارف تقلل الملح في اكلك حاسس بيه، والفيديو ده معمول عشانك. الدكتور بيقول لك قلل الملح لكن الاكل ما بيبقاش ليه طعم. طب لو في حاجه ممكن تديك طعم الملح من غير ما تحط فيه ولا ذره ملح؟ استنى بس، انا مش بتريق، ده بقى دلوقتي حقيقه وجاي من اليابان. طار علماء في شركه كريم بالتعاون مع معهد ميجي للتكنولوجيا معلقه ذكيه بتخدع لسانك وبتحسسك بطعم الاكل كان في ملح عن طريق انها بتديك ذبذبات كهربائيه خفيفه جدا يا دوب بتحفز براعم التذوق، فتخليك تحس بطعم الملح في الاكل حتى لو فعليا مفيش فيه ولا ذره ملح. المنتج اتجرب فعلا وملوش اي اضرار صحيه. المعلقه دي بتتباع حاليا في اليابان ب $126، لكن قيمتها الحقيقيه انها بتخلي اي مريض ضغط او دايت يرجع يستمتع بالاكل من تاني. تفتكر ممكن في المستقبل نتحكم في طعم كل حاجه بتاكل زرار، ولا ده ممكن يخلينا نفقد متعه الاكل الحقيقيه؟ اكتب لي رايك، ما تنساش تعمل فولو عشان تتابع كل جديد في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. انا احمد طه، سلام.